بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما بتعرفوا إنه مادة الفاينل تتكون من جزئين، جزء الإكسل وجزء الماتلاب. بالبداية راح نتعرف على جزء الإكسل، راح ندرس تفاصيله شوي شوي، بعدين ننتقل لجزء الماتلاب. لما تفتح برمجية إكسل راح تلاقي هاي الأشياء الموجودة عندك، تمام؟ راح تلاقي إنها نافذة بتتكون من عدة لوائح ومن عدة قوائم ومن عدة بارات. خلينا نتعرف عليهم واحد واحد ونشوف شو وظيفة كل واحد. بالبداية في عندك شريط العنوان، تقدر من خلاله تتعرف على عنوان السبريت شيت. ثاني جزء موجود عندك اللي هو شريط اللوائح، طبعا بيحتوي على لوائح، كل لائحة بتحتوي على عدة أوامر تقدر تنفذ من خلالها. فمثلا عندك اللائحة هوم، لما تضغط عليها راح يعطيك شريط الأدوات اللي بتكون من عدة أدوات مثل ما هو مبين بالشكل، بيحتوي على عدة أدوات. ممكن إنك تعمل تنسيق للخط، تعمل فورمات للسيلز، تحدد وين موقع الخط، شو مكانه، وين مكانه، كم السايز تاعه، شو لونه، وتعبئة، تتحكم بتعبئة السيلز نفسها. ممكن تتحكم بالداتا من خلال إيش؟ النمبرز. إذا كان عندك نمبر بالداتا بتقدر تعمل فورمات للنمبر. ممكن تعمل فورمات للسيلز نفسها، إما ستايلز أو فورمات للتابل، أو تعمل conditions بحيث إنه يظهر بلون معين أو يعمل لك شغلة معينة إذا حقق هذا الشرط. ممكن تعمل insert لرو، لكولوم أو لسيلز، وممكن إنك تعمل delete إلهن كمان. ممكن تعمل فورمات للسيلز نفسها من خلال أيقونة فورمات. طبعاً أنا عم بمشي السهم وبحكي الوظيفة تاعته. في عندك كلير بتعمل لك مسح لعدة خلايا أو عدة أعمدة اللي بدك إياه، اللي بتحدده ممكن إنك تعمل لهن كلير، حذف. طبعاً هذا الشريط الثاني. الشريط الثالث بيحتوي على اللي هو شريط الفانكشن اللي هو الفورميلا بار، وفي عندك هون اشي اسمه النيم بوكس. النيم بوكس بيظهر لك الخلية الفعالة حاليا النشطة، بيعطيك اسمها. طبعا هاي الورك سبيس، هاي الكولومز، وهاي الروز، ارقام الروز. طبعا في تحت شريط اسمه ايش؟ تاع الشيت، تمام؟ شيت بارس. طيب خلينا نتعرف على واحد واحد بالتفصيل. حسب من خلال هوم حكيت لك انه اذا كنت محدد هون مثلا حاط 15، تقدر من خلاله تغير تنسيق الخط، تغير حجم الخط، تكبره او تصغره، تعمل تعديل للخلية، تغير لونه، تعمل له إطار للخلية، تعمل بولد، تعمل ميلان، تعمل خط. هاي تنسيق للخط نفسه. ممكن تحطه بنص الخلية، مش عارف ليش بالضبط. هاي نص الخلية، أو على يمينها أو على شمالها. ممكن تعمل إزاحة بشكل خفيف، ممكن إنك تحط الخط بشكل ميلان إذا بدك إياه. ممكن تعمل دمج لخليتين من خلال مرج، أو بتعمل إيش؟ أنمرجت، إنه يكون الثنتين مدموجات بدك تلغي الدمج بيناتهم. هسا الشغلة الأهم موجودة عندك اللي هي النمبرز. لما يكون عندك هذا الرقم،
هذا الرقم موجود عندك بالسيلز وانت بدك تعمل له فورمات. طيب انا ما بدي اياه بهذا الشكل 152,648، ممكن نعمل له فورمات. ممكن اذا بدي اياه، اذا مثلا كان هيك الرقم، ممكن بدي اياه خانة واحدة بعد الفاصل، ممكن خانتين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن عشرة، قد ما بدك. ممكن ما بدي غير خانة واحدة أو ما بدي، فأنا بقلل وبصغر الديسيمال من خلال هاي بشكل سريع. ممكن تحطه على شكل بيرسنت ستايل، نسبة مئوية، وهي حطيت فوز فوز فوز. ممكن تعمله بالدولار ساينس اكاونتينج، فعندك كثير فورميلا ممكن انك تعملهم. ممكن تعمل ساينتفك، وهو هذا الاكثر شيء بنستخدمه بالتخصصات الهندسيه، انه نكتب الرقم بطريقه علميه. انا مثلا كان عندي 152 هذا الرقم فرضا 2 4 6 0 ب 152 مليون، بدي اكتبه بطريقه علميه واقول له انا بدي انسخه عشان ايش؟ عشان يضل الاصل موجود. تمام، باجي بحدده، بروح على ساينتفك، هاي ساينتفك، فهو طلع لي 1.52 في اي هو بوينت عفوا اي موجب 0.8. شو يعني اي موجب 0.8؟ ثواني بس، مثل ما انت بتشوف بالاقل حسب، لو حطيت الرقم 5 5 2 هذا الرقم وحكيت له مستوى، راح يعطيني الرقم. لو بدي اياه بصيغه علميه بحط له انش، فبيعطيني 152 ضرب 10 قوه 6. طيب انا بدي اياه كمان مش ب 10 قوه 6، بدي اياه انه يدخل لي الفاصل، اعمل له شيفت انش شيفت انش، فطلع لي 1.152 10 قوة 9. طيب لو حركت الفاصلة بين الواحد والخمسة راح تطلع 10 قوة 8. تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا هون. لو لاحظنا 10 قوة، صح؟ الإي بتعبر، حرف الإي بيعبر لك عن إيش؟ بيعبر لك عن إيش؟ 10 مرفوع لقوة، فالإي عبارة عن 10 مرفوع لقوة. إشارة الموجب، إشارة الموجب بتدل على إنه 10 قوة عدد موجب. إشارة السالب بتدل على إنه 10 قوة عدد سالب. هسا 0.8 هاي ما إلها دخل، ممكن إني أحط بدال الوحدة، بدال 0.8 أحط صفرين أو ثلاثة أو أربعة زي ما بدي. مثلا هاي سبيشال، هاي حددت زي هيك. فأنا حطيت قد ما بدي، بالآخر راح يطلع لي إيش؟ الرقم إي قوة 10 قوة 8، نفس الرقم. فأنا لعبت بس بإيش؟ بالفورمات تاعتهم. طيب، هاي بالنسبة للرقم، ممكن إني أحط هذا الرقم بشكل إيش؟ فراكشن، كسر، إذا موجود في كسور، مثلاً 5 تقسيم 2 هون، أعطاني إياه بصيغة إيش؟ تاريخ. طيب انا بدي اياه فراكشن 5 تقسيم 2 5 تقسيم 2 2.5، فاعطاني 2 عدد صحيح ونص. فهي بطريقه بصيغه الفراكشن الكسر. ممكن احطه بيرسنت 250 5 تقسيم 2 وضربها. تمام، 5 تقسيم 2، طبعا حطيت 5 تقسيم 2 لانه هاي صيغه التاريخ. لو حطيت مساواة 5 تقسيم 2 ماله، هذا بعمل كلير فورمات كله، رجع لي زي ما هو 5 تقسيم 2. بس لو حطيت 5 تقسيم 2 راح يطلع لي 2.5. راح يطلع لي 2.5 صح؟ بس 2.5 هاي ممكن احطها بصيغة الكسر، ممكن اغيرها ساينتفك
اثنين ونص، ما فيش اي قوة ضرب عشرة قوة ولا اشي، صفار عشرة قوة صفر يعني واحد بتصفي، اثنين ونص بس حطيتها بصيغة عادية، فهاي بقدر من خلالها. طيب بقدر من خلالها برضو بعمل مور، بلاقي عدة اشياء بقدر اعدل عليهم، ممكن هاي الصيغة، فانا بختار الصيغة المطلوبة مني او اللي بلاقيها، وبقدر اغير اي صيغة وبعمل بروتكت. تمام اوكي. هسه بالنسبة هاي للخلية شريط العنوان. طيب هسه بدي تعرفوا على اجزاء رئيسية موجودة بشيت اكسل. اول شغلة، اول سؤال بيجيك مثلا الخلية الفعالة حاليا واللي لونها ازرق، ضللتها بالازرق، شو النيم تاعها او شو الادرس تاعها او شو عنوانها؟ بروح اما على شريط النيم بوكس بقرا العنوان تاعه اللي هو الاي 5، او الخليه نفسها بروح على تقاطع العمود مع الصف اللي هي فيه بشوف ايش رقمها اي 5. تمام. هسه بدك تعرف انه تقاطع الصف، تقاطع العمود مع الصف راح يكون لي سيل، شو بيكون؟ خليه. هيها تقاطعهم بيكون لي خليه. هسه تقاطع الاعمده كلهن مع الصفوف كلهن شو راح يعطيني؟ السبريد الشيت نفسه، الشيت نفسه. فبدك تعرف انه الخليه نفسها بتتكون من عمود وصف، مش عمود وصف يعني جزء تحمل اسم عمود واسم صف. هسه بدك تعرف انه الرينج، لو حكيت لك الرينج عباره عن هذا الرينج الموجود عندك بالشكل I2 لK4، راح تعرف انه الرينج بتكون من عدة خلايا. تمام. طيب الشيت نفسه، الشيت وين الشيت؟ هذا الشيت اللي انا بشتغل عليه. فلو تلاحظ تحت في عندك عدة شيتات، شيت 4 شيت 5 شيت 6 شيت 7 شيت 8 شيت 9 شيت 10، فممكن يسألك يحكي لك الشيت من شو بتكون؟ من عدة أعمدة ومن عدة صفوف. طيب هذا الشيت. طيب السبريد شيت، السبريد شيت هو نفسه ملف اكسل بيتكون من عدة شيتات، من عدة ايش؟ شيتات اللي هن بيحتوين على عدة اعمدة وعدة صفوف. تمام. هسه ممكن يجيك سؤال مثلا بحكي لك عندك التايتل، هذا الجدول مثلا بحكي لك انا موجودة باي شيت او شو نوع، شو اسم الشيت اللي موجودة فيه؟ ما تروح لي تحكي لي بوك 1، هذا عبارة عن التايتل للسبريد شيت، هو عنوان السبريد شيت. الشيت اللي أنا فيه هيو شيت اسمه شيت 2. تمام؟ شيت 2 مثلا سميته داتا، هاي داتا. تمام؟ فاسم الشيت هو داتا، أو ما بديش أخربطك، اسمه 564. طيب شو اسم التيبل؟ داتا، هيو محطوط بعنوان عريض. تمام. طيب هسا انا لو اجي بدي استخدم الفانكشن اللي انا عارفهم، الفانكشن اللي انا عارفهم بقدر استخدمهم هون. فمثلا بحط، لازم قلنا اي فانكشن بدك تستخدمه بالاكسل لازم يبلش باشاره المساواه. هذا السؤال بيجي شو بيبلش، شو الساين الايكوال ساين ولا الجريتر ساين، شو الاشاره اللي ببلش فيها؟ فلا، لا هي اكبر ولا هي اصغر، وانما هي ايش؟ المساواه. فمثلا بدي اطلع عندي الارقام هذول وبدي اطلع لهم ايش؟ الافريج. بحط الافريج، طبعا انتبه للصيغه لانه الصيغه راح تخربط او مش راح يطلع لك الفانكشن بالاحرى. فحطيت الافريج، هذا الفانكشن بدي اشوف الافريج للارقام من 1 ل 5، هذول الارقام الخلايا هاي. فانا اما بحدد الرينج زي هيك، اول خليه مع اخر خليه وبيناتهم علامه نقطتين رئيسيتين، بعمل انتر وهذا الاصح هو، او بعمل افريج، هذا الافريج بقول له بدي الرقم هذا فاصل الرقم هذا فاصل الرقم هذا فاصل
الرقم هذا فاصلة الرقم هذا، حطيت انتر. طيب ليش الرقمين طلعن مختلفات؟ تعال افرجيك. لو تيجي هون، لو تيجي على الصيغة نفسها، خليني اكبر لك اياها بالاول. لو تيجي على الصيغة نفسها راح تلاقي عندك نمبر 1 وينه؟ هي نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 5 هيو، نمبر 6 وينه؟ هيو بعد الفاصلة. فأنا زايد فاصلة، فكل الأرقام اللي عندي 1 2 3 4 5 أرقام أنا عندي. طيب ليش اعتبرهم 6 أرقام؟ لأني حاط فاصلة. فإذا بتخربط بالامتحان وبتحط فاصلة راح يقسم لك بدال على 5، مش هن مجموعهن على عددهم، راح يعتبر الخانة الفاضية هذا الرقم السادس هو عبارة عن صفر، راح يجمع الصفر إلهن، لكن راح يقسم على أكم من عدد أنا جمعت؟ 6 أرقام. طبعاً الصفر لما حالة الجمع مش راح يفرق، يعني مجموعهن مش راح يفرق بالرقم، بس وين فرق؟ بالعدد اللي أنا قسمت عليه، هل أقسم على 5 ولا 6؟ فهون في غلطة. فمثلاً أنا لو حطيت هون فاصلتين راح الاقي انه نمبر 1 هيو، نمبر 2، نمبر 3 صحيحات خلايا، 4 وينه؟ مختفي، 5 مختفي، 6 موجود، 7 موجود. طيب في عندي رقمين زياده، فبالتالي راح يقسم على 7 هسه، مش راح يقسم على 5 لانه راح يعتبر انه مكانهم اصفار. فانا بشيلهم وبتاكد انهم، فالافضل انه تحط الرينج اسرع لك واسهل لك وبيقيم الخربطة من عندك. هاي انت فطلع نفسه تمام. بس انا طبعا عندي رينج حاكي لك هيك، شو الرينج تاعه؟ بتروح على اول خلية واخر خلية اللي هو جي 11 نقطتين رئيسيتين اتش 14، راح يكون اس جي 11 نقطتين رئيسيتين اتش 14 لمين؟ لهذول الخلايا اللي باللون الأخضر تمام؟ هذا رينج الخلايا الخضراء، رينج الخلايا الخضراء. طيب أنا بدي أشوف الرينج بس ما بديش، أنا مش عارف كيف أسوي، بحط إشارة مساواة بأي خلية، باجي على أول خلية بدي إياها وآخر خلية طلع نفسه صح الرينج؟ إذا الرينج نفسه. هاي بس عشان تتعرف، مش راح يطلع معك جواب، بس عشان تتعرف على الرينج تمام. هيك أنا طلعت الأفرج. طيب لو بدي الصميشن، بدي الجمع، بعمل مساواة صم. بدك تنتبه للفانكشن اللي عندك، الفانكشن صم مختصر، فلو يحط لك بالخيارات summation لا تاخذوش، add لا تاخذوش، فعندك نمبر بتحدد نفس الطريقة وانتر. طيب هذا الفانكشن عبارة عن لوغاريتم تمام. لو بدي اللوغاريتم بحكي له مساواة، احط له log، في عندك لوجين، في عندك log عادية ولوج للأساس 10. أنا بدي إياها للأساس 10، هاي اللوج للأساس 10، بحدد الخلية اللي بدي أساوي لها اللوج، وبعمل بسكر القوس بيطلع لي الجواب. هسه بدي أنفذ هذا اللوج 10 على كل الخلايا عادي، باجي على طرف الخلية هاي بلاقي زي إشارة زائد، بنزل فيها لآخر إشي بطلع لي لكل الخلايا. لو إجيت على هاي الخلية اللي أنا حددتها مثلا هاي، راح يحكي لي إنه اللوج 10 للجي ده 3، فأنا فعليا هاي جي للجي 13، هيها جي 13 لها. هاي طريقة سهلة عشان إذا كان عندك داتا كثير إنك بس تحدد تعمل فانكشن بأول وحدة وتحدد للباقي. لوغاريتم ال 11 نفس المبدأ. طيب على فرضا لو بدي إياه اللين، شو راح أعمل؟ نفس المبدأ، راح أحط مساواة، بحط لين، هاي لين، بحكي لي شو هو النمبر تمام. حطيت النمبر هذا، حطيت إنتر، راح يعطيني لين الرقم تمام؟ بحدد للباقي نفس الطريقة. طيب لو بدي إياه لوغاريتم العام اللي أنا بعرفه مش بدون أساس، شو راح أعمل؟ راح أحط لوج العادية مش اللوج 10، بحكي لي طالب مني 2 باراميترز، البارامتر الأول نمبر، شو هو الرقم اللي بدك تطلع له اللوج مثلا هذا الرقم، وشو الأساس، بتحط فاصلة بعديها الأساس. فمثلا أنا بدي اللوغاريتم لهذا الرقم للأساس 2، فبحط له الاساس 2 وبحط له انتر وبنفذ على الباقي بيطلع لي. طيب لو حطيت للاساس 10
راح يطلع لي المفروض نفس هذا الرقم صح؟ تمام. شو طلع؟ نفس الرقم صح، انه لعب بالديسيمل بس عادي، انه عادي بضيف ديسيمل قد ما بدي وبقلل ديسيمل زي ما بدي، فهذا الرقم نفسه هذا الرقم تمام. فبقى لو حكيت ستاندرد ديفيشن شو راح يعمل للارقام هاي؟ مثلا احط مساواه اس تي دي ايفا ستاندرد ديفيشن، بحدد الداتا اللي بدي اياها ستاندرد ديفيشن واحط له انتر، بطلع لي ستاندرد ديفيشن، وباقي الفانكشنات نفس المبدا تمام. طيب هسا الشغله الثانيه اللي بدك تتعرف عليها بعد ما تعرفنا على هاي اول جزئيه، بدك تروح على قائمه انسيرت. انسيرت تتكون من عده ايش؟ شغلات اللي بيهمك فيها بس التشارت. هاي الجزئية هاي. هسا التشارت عندك عدة أنواع للتشارت، في عندك الكولوم بار، الكولوم تشارت أو البار تشارت أو الهيستوغرام تشارت. هاي الهيستوغرام تشارت زي هيك شكله، بكون على شكل أعمدة تمام. الكولوم بدك تتعرف على شكلهم، إشي مهم إنك تكون عارف شو شكل كل واحد عشان لما يجيك شكل بالامتحان شو نوعه، شو التايب للتشارت، تعرف شو معناته. في عندك 2D هذا اللي بيهمك، هذول مش مهمات. حكيت لك الهيستوغرام زي هيك بيكون على شكل أعمدة. في عندك الباي PIE اللي هو عبارة عن القرص، إما بيكون ثلاثي الأبعاد أو ثنائي الأبعاد. وفي عندك السكتر، إما بيكون XY سكتر يعني نقاط، او اللاين سكتر على شكل خط هاد او هاد تمام. هسا في عندك مور سكترز، هاي كل الانواع اللي عندك. هسا الاكس واي سكتر اللي بيهمك فيها انه في عندك هذا نوع سكتر، هذا نوع سكتر، هذا نوع سكتر تمام، عادي اكس واي سكتر. في عندك اللي بيكون ايش؟ على شكل لاينز، لاينز مخططه تمام، هذا برضه سكتر اكس واي سكتر لانه في عندي نقاط هي شيء زي ما انت شايف، بينما اللاين بيكون ايش شكله؟ عباره عن خطوط، خطوط هاد او هاد او هاد، عباره عن خطوط. البارات زي ما حكيت لك، البار او الكولومز او الهيستوغرام كل نفس الشيء، فبيجي بالعاده هو هيستوغرام، يعني السؤال اللي بده يجي بالامتحان ما تخربط بين الكولوم والهيستوغرام، هو هيستوغرام راح يجي إلا إذا جاب لك عمود مبين إنه عمود مثل هيك، الكولوم زي هيك مبين هاد كولومز مش هيستوغرام، بينما لو جاب لك زي هيك اعتبره هيستوغرام. وبالعادة الهيستوغرام يعني كولوم هيك بعيدات، الهيستوغرام بالعادة بتلاقيهن ملزقات مع بعض تمام، إيش ما بيناتهم مسافات إلا إذا كان قيمته صفر. طيب هسا بدي ارسم انا بين هاد وهاد، بدي ارسم تشارت وكان اكس واي تشارت. بس زي ما انت شايف انه الاكس واي تشارت او اي تشارت موجود عندنا بتكون من عندك من عندك هاي الداتا، بتكون من عندك بتكون من تشارت تايتل اللي هو عنوان التشارت، وبدك تفرق بينه وبين التايب لما يطلب التايب، لانه لما يطلب منك العنوان التشارت راح يكون بالاعلى. في عندك الاكسس تايتل بيكون عنوان المحاور على محور الاكس وعلى محور الواي. هسه في حاله ما شفتش هذول وحكى لك شو عنوان المحور، احكي له ما فيش عندي عناوين للمحور، حكى مش موجود عندك التشارت تايتل هيك الشكل اجاك، بحكي لك شو عنوان ايش الشارت، احكي له ما عندي عنوان. بس اذا حكى لك شو نوع الشارت راح تحكي له ايش؟ اكس واي سكتر، اكس واي نوع تمام. طيب هسه لو اجيت على الشارت هاد وعملت ترند لاين يعني افضل خط مستقيم، شو راح يكون افضل خط مستقيم للداتا اللي عندي؟ مبين انه الافضل خط مستقيم راح يكون عندي هو عباره عن اللينير،
صح؟ لأن لو حطيت البولينوميال مش راح أستفيد منه، واللوغاريتم مش راح أستفيد منه، فأفضل خط مستقيم يمر بهاي النقاط هو اللينير. هسا من خلال هاي الخاصية بقدر أحدد الإكواجين لكل معادلة لكل خط، والآر لكل خط، تمام؟ طيب هسا ممكن يحكي لك شو السلوب للخط، كيف بدي أطلع السلوب اللي هو معامل إكس. شو معامل إكس؟ سالب 8.77، هذا هو عبارة عن السلوب لمين؟ للخط بيست فيت. الحد الثاني 69.81 هو عبارة عن تقاطعه، يعني لما تكون تقاطعه مع محور السينات، يعني لما تكون قيمة الإكس صفر قديش راح تكون قيمة الواي؟ هيها هاي الانتراكت تقاطع. الآر تربيع، هاي بتحدد لك قديش درجة البيست تاعت الخط، قديش هو مناسب. كل ما كانت الآر تربيع قريبة للواحد راح يكون البيست فيت ايش ماله؟ أحسن وأحسن. فمثلا لو جيت أدرجت أنا بدي أدرج لاين ثاني مثلا، على فرضا هاي خلايا، اوكي هاي اوكي، انا حطيت اللوغاريتم مش راح يطلع اللوغاريتم، تمام. بدي احدد واحد ثاني، بعمل سلك داتا، عملت اد الاكس ديهم هذول، الواي هذول، هبطل الارقام مش طالعه معي. طيب لو حط ممكن عشان هو صغار، طيب هسه زبطوا معي. تمام زبطوا معي. طيب لو بدي اعمل برضو لهاي الداتا ايش؟ ترند لاينز، شو انسب خط راح للداتا هاي؟ برضو راح يكون لينير، صح؟ هاي لينير، فأنا حطيته لينير، تمام؟ هسا لو بدي أسوي له هذا معادلته، لو أطلع معادلته أعطاني معادلته وأعطاني إيش؟ رقمه. هسا لو تلاحظ إنه الآر تربيع 97% هون 99%، فأي أفضل خط بيناتهم؟ أنا بتعامل مع تو تشارت. هسا ممكن نفس الخط هاد أعمل له لوغاريتمي، تمام؟ حطيت أول واحد لينير، تمام؟ لو بدي اخذ للداتا هات بدي اعمل له ترند لاين كمان واحد اللي هو عباره عن اكسبوننشال. حطيت له الايكويشن تاعته و الار تاعته، فهذول المعادلتين هاي وهاي هم لمين؟ للخط البرتقالي، تمام؟ فأيا أنسب بيناتهم؟ هل أخذ هاد أحسن ولا هاد أحسن؟ هل هو اللوغاريتمي اللينير أحسن ولا اللوغاريتمي أحسن؟ بدي أشوف قيمة الآر تربيع، يعني بحكي لك بيعطيك نقاط وبحط لك الفيت لاين أكثر من نوع، ممكن يحط لك بولينوميال، بحكي لك اي واحد انسب لهاي الداتا اللي عندي، او بجيب لك اياهم على شكل داتا يعني ارقام موجودين، بيعطيك جدول الهم بحكي لك شو انسب فيت لاين الهن، اما بترسمهم او من خلال القيم نفسها اللي بتشوفها ارقام مثلا من مضاعفات بعض راح تلاقيها انه لينير.
يعني مثلا بحكي لك 1 2 3 هذول قيم الاكس، قيم الواي 1 4 9 فبيعطيك تربيحهم. فافضل خط مستقيم هو عباره عن اللينير هون. بس بهاي الحاله مثلا بدك ترسم الار تربيع 0.971 وهي 0.979، اي الاكبر؟ لا 979 اكبر من 971، اذا هو الافضل. مين هو؟ يعني اللينير، اللينير هو الافضل بالنسبه لللوغاريتميك. ممكن احط بولينوميال من الدرجه الثالثه الخامسه السادسه، فاي افضل؟ لو اجي على تبع الدرجه السادسه حكيت له اعطيني معادلته، راح يعطيني هاي معادلته، بحكي لي ار تربيع، فبحكي لي انه البولينوميال من الدرجه السادسه افضل بكثير، اعطاني قيمتها 1، تمام؟ فهي بتفرق. لانه ليش البولينوميال من الدرجه السادسه؟ لانه لو بدي اجي على الخطوط هاي احذفها اللي رسمتها اول اشي، اي لو تيجي على هذا الخط اللي هو البولينوميال حذفت الاولانيات وبدي اطلع المعادلته، حكى لي انه الار تربيع له 1، صح؟ ليش؟ لانه مارب كل النقاط. بينما اللينير لو تلاحظ انه هاي مش مار فيها، انما قريب منها، فعشان هيك طلعت الار تربيع مش قريبه من الواحد. بينما الدرجه السادسه هو مارب كل النقاط. لما يكون عندك زي هيك نقاط مش على سوا بعض، احكي لك شو ابسط شيء، حاول انك تشوف البولينوميال من الدرجه الى عليا، درجه سادسه او درجه خامسه او هذا الشيء، لانه راح يكون مارب كل النقاط الموجوده عندك. بس مش كجميع الحالات دائما راح يكون بولينوميال. ممكن اللوغاريتميك احسن. تمام؟ حسب الداتا اللي عندك. هاي ايش بالنسبه للايكويجنز للبيست فيت. اتوقع هون خلص المواضيع. لو اجيت وشرحت على السبريت شيت نظره سريعه للتشابتر راح نلاقي انه هون هسه شغلات الحفظ هاي انت اقراها، لانه احيانا بيجيك كلام انه السبريت شيت لماذا يستخدم؟ is used to record organization and analysis data using formula. فشغلات الحفظ ممكن انها تيجي، عشان هيك بحكي لك انه التشابتر السلايدات اشي مهم انك تدرسهم عشان شغلات الحفظ. يعني لو كنت فاهم، انا مثلا فاهم الاكسل بس لما اجي بدي ادرس على الامتحان لازم اكون عارف ايش الشغلات الحفظ، لانه في اشياء ممكن انه اسهى عنها. بس هذا كله احنا شرحناه. طبعا اتعرف على البارز، هاي تولي بار بوتوم ما شرحناهوش اللي هو هذا الجزئية، هاي المينيو بار حكيناها مش موجودة عندي بس عشان ويندوز 2007 هون بالشكل، بينما اللي عندي 2010 فمش موجودة عندي 2016. الرو هيدر يعني عنوان الهيدر، الاكتيف سيلز، الورك ورك تابس شو نوع الورك شيت تابس، هذا التايتل بار، فورميلا بار، هاي شريط الحالة. ففي أشياء موجودين بالشكل، بينما الأشياء المهمة أنا شرحتها. الرينج بحكي لك هون تعريف الرينج، شو هو الرينج تعريفه وكيف بدك تعبر عنه، علامة إيش نقطتين رئيسيتين. وبحكي لك مشروع بالتفصيل انه من وين ببلش وبايش بينتهي. وهون بعطيك مثال وبحكي لك انه الفورميلا بارز انك ممكن انك تدخل فيها رقم، ممكن تدخل فيها معادله، ممكن تدخل فيها حروف كلمات، فممكن انك تدخل اي شيء فيها. وهون السيلز زي ما بتشوف هي عباره عن انه بتعرض للناتج من تقاطع انتر
section of row and column من تقاطعات ايش هو السيلز؟ فالاسئله بتيجي حرفيه. هون السيمبلز الجمع الطرح الضرب كيف اشكالهم القسمه الباور. هون حاكي لك انه beginning in excel formula always beginning in equal signs. فالاسئله تاعت السنوات بتلاقيها كلها موجوده بسلايدات، بس في طلاب ما بدرسوش على السلايدات لانه الدوسيه مؤلفه قبل، ما بعرفش اذا مؤلف بعدين، بس الدوسيه قديمه شوي. هون فورميلا ممكن اني ادخل بدال الجمع والطرح عادي بدخل فورميلا، بس ما بدخلها برموز بي وار وتي، لا عادي باجي على الاكسل مثلا انا هون مدخل فورميلا تمام. فالاف 10 عباره عن كيو، فهي الفورميلا الاصليه هي عباره عن 3 كيو مقسوم على 2 في 3 ضرب 10 قوه ناقص 2. فانا حطيت الارقام الثوابت، ارقام ثوابت يعني هون 9.81 هي مقدار الجاذبيه الارضيه، تسارع الجاذبيه الارضيه. فانا حطيت الارقام الثوابت كارقام، والارقام المتغيره حطيتهم ايش؟ بعمود ثاني، كونه انا عندي داتا للكيو مثلا، رحت حطيتها ايش؟ كفورميلا. فهون تستخدم نفس الشيء، البي بتحط لها عمود، الار اذا كانت متغيره بتحط لها عمود، واذا كانت ثابته عادي بتعوضها مباشره، والتي بتعوضها كلفن درجه الحراره اذا كانت متغيره بتحطها بعمود، واذا كانت مش متغيره بتحطها زي ما هي بالمعادله وبتستخدمها. هون شرحت هون. هون if you don't know the name of the function، إذا ما كنتش عارف name the function، then you can press insert function at the left bottom and then from the menu select function category and function name. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أجيب function. هذا خلص تمام. هذا الشكل خلصنا منه. بدي ايش؟ انا فانكشن مثلا summation او شيء، وانا مش عارف شو رمزه او شو هو، كيف بدي اكتبه؟ فبعمل insert من هون بكبس عليها، او من خلال ايش؟ insert formula فيه مش موجوده هون، هي بالformulas. فعندي insert function بقدر ادخل هل هو if function inverse count sum average hyperlink maximum sign كوساين سميشن الى اخره. هسه في شغله هون السميشن، مثلا السميشن قلنا الجمع صح؟ طيب الماكسيمم بيعطيني اكبر مثلا بين هذول، الماكسيمم بدي الماكسيمم، هاي ماكسيمم هاي الماكسيمم بيناتهم، اعطاني اكبر عدد موجود بيناتهم تمام؟ هون شوي انا ايش اعمل لكلهن؟ بدي بس هاي الماكسيمم بيناتهم، اعلى عدد بيناتهم 60.7، المينيمم نفس المبدا بحط مكانه فانكشن مينيمم. طيب الكاونت، الكاونت بيعدل لك مثلا لو كان هاي الخليه، هاي الخليه كان فيها ما كانش فيها 53 كان فيها حرف A، فأكمل خلية فيها أرقام أربع خلايا، فلو حطيت function count وحددت هذول عدل لي أكمل وحدة فيها أعداد رح يحط لي أربعة. ليش؟ مع إني خمسة اللي حددتهم أنا، لكن في وحدة منهن A. طيب لو خليت الرقم هذا كمان فاضية شو راح يطلع لي؟ فيه أرقام ثلاثة، هاي حط لي ثلاثة. فأي إشي فيه أرقام أو أحرف ما بدخل ضمن الفانكشن كاونت، الكاونت بس بيعدل لي اللي فيهن أرقام، سواء كان النصفار لو حطيت هون صفر وهون صفر راح يعدل لي خمسة، سواء كان النصفار أو ما في أو أرقام سالبة أو أرقام موجبة راح يعدهم، بينما إذا كان فاضي أو أحرف مش راح يعدهم، أو كلمات زي السامبل مش راح يعدها تمام؟ بالنسبة للإف
مثلا بدي أحط هون شرط، بحكي له يساوي if، جملة ال if بيعطيني logic test، عندي logic test اللي هو الاختبار اللي رح ينفذه. مثلا إذا كانت قيمة ال q أكبر من 10 أو بدي أكبر من 50 أعطيني إنها pass أو حط لي رقم فيها، وإذا كانت أقل من 50 حط لي شغلة ثانية. تمام، إذا قيمة ال q هاي بدي إياها، إذا كانت أكبر من 50 انتبه بتحط فاصلة بعد الشرط، تيجي على البراميتر الثاني value if true، يعني شو هي القيمة اللي لازم ينفذها إذا كان إيش true. أنا ما بديش أحط له قيمة، ممكن أحط له إيش معادلة، بحكي له 20 زائد 5 أو بقدر أحكي له إيش الرقم نفسه زائد 1 عشان تسهيل عشان نعرف نقارن. وإذا كانت القيمة غلط إيش راح نعمل فيه؟ بقول له نفس الرقم، أو إذا كانت القيمة إنه الجي أقل من 50 الشرط ما تحقق إيش راح أحكي له؟ حط لي القيمة 10 هاي إنتر. القيمة هاي 60 أكبر من 50 إذن راح يضيف لي 1 فصارت 61. هاي 61. طيب بدي أنفذه على باقي الخلايا، شو عمل لي؟ ال 53 أكبر من 50 شو عمل لي؟ زاد لي عليها 1. 42.7 أقل من 50 حط المكان 10 10 10 تمام، لأنهن أقل من 50 أنا هيك حط له الشرط. تمام، فممكن إنه يكون الشرط، طيب إذا كان الشرط مش حط لي شرط أكبر أو أصغر، حط لي صفر، الصفر تعتبر فولس، إذا راح ينفذ عليهن إيش 10. لو طبقت على كلهن نفس الصيغة حطيت فيهن صفر هاي طبقت عليهن كلهن، ليش حط لي كلهن صفر؟ لأنه بجميع الأحوال الشرط ايش بحكي لي؟ الشرط شو بحكي لي؟ اللوجيك تيست صفر، الصفر تعتبر فولس دائما، ففولس اذا راح نفذ الشرط تاع الفولس. طيب حط، لو حطيت له رقم 2 حطيت انتر شو عملي؟ اللي يضاف لي عليها 1، ليش؟ كلهن ضاف عليهن 1، ليش؟ لانه الاثنين أو أي رقم موجود عندي يعتبر ترو حتى لو كان سالب 2، حتى لو كان سالب 2 يعتبر ترو، ما عدا الصفر يعتبر فولس، وراح ينفذ الشرط تاع الترو اللي هو بعد الفاصل مباشرة، اللي هو بده يجمع كل واحد لكل قيمة. هاي جملة الإف. هسا جملة الفولس أو نوت الفولس أو هذول نفس المبدأ بتعاملن، هون السمشن حكيت عنها، الافرج حكيت عنها، الكاونت حكيت عن الماكسيمم حكيت عنها، ستاندرد ديفيشن حكيت عنها، وهون ممكن انك تعبر عنها باكثر من صيغه، يعني رقم او رينج او تحط الفاليو انت تحطها. الباي بيعطيك الباي ل 15 ديجيتس، يعني احنا بنعرفها 3.14 بس هي مش 3.14، بيعطيك اياها ل 15 ديجيت بعد الفصل، فممكن انه نستخدمها. الديجري بيحول لي من راديان لديجري، الراديانس بيحول لي من الديجري للراديان، العكس. الكوساين بيجيب لي جيب التمام للزاوية، يعني جت الزاوية، بس لازم بدك تنتبه انه تكون بالراديان، يعني لما اجي مثلا حكيت لك طلع لي كوساين أو ساين، كوساين وساين نفس الإشي، حكيت لك طلع لي ساين إيش؟ هاي ساين الثلاثين، أنت بتعرف ساين الثلاثين نص، ما طلع لي نص، شو طلع لي إياه؟ شوف الرقم كيف طلع لي إياه، ما طلع لي إياه نص، طب شو السبب؟
لانه انا مش حاطها بالراديان، لازم تكون الفانكشن هذا اللي بدي استخدمه بالراديان. بينما شوف لما استخدمه بالراديان، هاي ساين حطيت جواتها برضه راديان عشان احول راديانز. انتبه اذا جاب لك الامتحان راديان لحالها حط له غلط، مش هي الصحيحه راديانز. الانجل حطيت 90 الانجل، إيه لا مش 90، بدنا 30. 30 سكرنا القوس وحطيت انتر، شو اعطاني؟ نص، لانه بيتعامل معها كراديان. طيب صيغه اخرى بحكي له ساين ال 30 عباره عن ايش؟ باي، بحكي له باي، هاي باي طبعا الها قوسين فاضيات، تقسيم ايش؟ 6، ال 30 باي على 6 صح؟ شو طلعت معي؟ جوابها صحيح نص. فإما بسويها بالصيغة هاي الصيغة هاي بطلع لي الجواب نص، أو بستخدم الصيغة هاي وهاي الصيغة غلط راح تكون، هاي الصيغة غلط. فأنا لما أجي أستخدم الساين أو الكوساين أو التان، كل الفانكشن تاعت الزوايا لازم أدخل فيها فانكشن راديانز تحويل، أو أستخدمها زي ما هي. طيب حكالي بدي ساين الباي على 6، عادي مباشرة بحطها تمام، فلازم تكون محولة بالراديان. هاي بالنسبة لإيش؟ للفانكشنز. هون نفذل لك عدة فانكشنات على الداتا اللي عندك عشان تختبر حالك. عبي الداتا هاي وراح روح جرب الفانكشنات، إذا طلع الجواب نفسه فأنت صحيح حلك صح، إذا طلع غلط فحلك غلط. بس في عندك فانكشنين، واحد اسمه today وواحد اسمه now. now خليني أفرق لك بيناتهم عن طريق الإكسل. طيب بدي أحط هون now، شو راح يظهر لك؟ راح يعطيك التاريخ، طبعا حط بين قوسين فاضيات، راح يعطيك التاريخ والزمن اللي انت حاليا، تاريخ وزمن الناو الان في هذه اللحظه تاريخ وزمن. بينما لو حطيت today انت عارف اليوم بس بيعطيك الزمن، هاي عشان تسهل عليك حفظك. today انت عارف اليوم بس بدك الزمن قديش، انه اليوم انت بتشتغل اليوم بس ايش بدك الزمن، الوقت اللي انت حليت اللي اشتغلت فيه. بينما الناو انا وين، هل بدي اليوم بدي التاريخ، عفوا اعطاك التاريخ هو today. today بيعطيك شو اليوم، انت عارف الزمن اللي بتشتغل فيه بس بدك ايش اللي بهمك التاريخ. هون الناو بهمك التاريخ والساعه اللي اشتغلت فيها تمام، هاي today هاي now، هذول فانكشنين جاهزة. ف now زي ما هو حكي لك update date and time، the file was last used، last used انتبه عليها. It today بس الابديت للتاريخ، يعني بيعمل update، يعني انا مش انا اشتغلت على الملف 56 57، بس انتبه كمان شوي بدي ارجع مش راح الاقيها 57، عشان ااكد راح احطه هون 15 50 57 عشان اكد، بس كمان شوي مش راح الاقيها. هسه هذول برضه في فانكشنات اضافيه، اكسبوننشال لين لوغاريتم، الاكسبوننشال اي قوى اكس، هاي اذا بدك تنفذها يدوي، ولين الاكس لازم تكون شرطها انه اكبر من صفر الاكس. اللوغاريتم بيعطيك اياه، مش ظاهر عندي سلايد كامل، اي ساين اي شيء قبل الساين والكوساين برمز اي يعني الانفرس، بيعطيك اي كوساين يعني الانفرس. الديجري بيحول لك زي ما حكيت لك، التان بيعطيك التان الهاد، السكويرت بيعطيك السكوير روت جذر التربيعي، الفاكتوريال بيعطيك مضروب العدد. هسا اللوجيك فانكشن، يعني مثلا بحكي لك مثال على اللوجيك فانكشن
هيهن بس. And false if not or true. هسا مثلا بحكي لك الأكبر أو الأصغر عبارة عن إيش؟ logical ولا بيعطيك أسماء، هل هي عبارة عن حسابية أو منطقية أو هذا. الأكبر والأصغر هي عبارة عن logic. ليش؟ لأنك أنت بتستخدمهم بالشرط تاع جملة الإف، فالأكبر والأصغر هن عبارة عن logical، بينما الجمع والطرح وهاي الأشياء هي هين. الأكبر والأصغر والمساواة هين logical functions، بينما الثانيات الجمع والطرح وين راحن؟ قبل شوي شفناهم. هايهم arithmetic operations، فهذاك حسابيات رياضيات، بينما هذول ايش؟ منطقيات. الآن بحكي لك بيعطيني true إذا كان كلهن true، فأنت احفظ واحدة، مش شرط إنك تخربط حالك، إنه إذا كلهن true باخذ true، وإذا واحدة منهن false بيعطيني ايش؟ false. لا خلص، شو احفظ الأسهل إلك. مثلا بيعطيني false، الآن بيعطيني false إذا كان واحدة منهن false، فأنت مجرد ما شفت واحدة منهن false وجوات function and اعرف إنه false. بالنسبة للor بيعطيك true إذا واحدة منهن إيش؟ true. يعني إذا كلهن true راح يعطيني true، وإذا كلهن false راح يعطيني false. إذا واحدة منهن true واحدة false، عندي واحدة true خلص، ما بلد على الفولس. بالأور كل نظري وين؟ على الترو. الترو في عندي واحدة ترو خلص، إذا الجواب ترو. عندي ولا واحدة ترو، إذا كلهن فولس، إذا جوابي فولس. هاي بالأور. بالآند باجي عليهم، لقيت واحد منهن فولس، هاي الجواب فولس. لقيت أكثر من وحدة ترو خلص بعتبره ترو، لأنه ما فيش عندي وحدة بس فولس، ما عندي شي فولس بالمرة. أما إذا لقيت وحدة فولس أو ثنتين أو ثلاثة، أقل إشي فولس وحدة. إذا في عندي فولس وحدة جوابه فولس. هسا بالنسبة لفانكشن الفولس بيعطيني إيش؟ اللوجيك فاليو فولس، بيرجع لي إنها فولس، بيعطيني القيمة فولسية، إن الفولس فولس. الإف زي ما شرحته قبل شوي، النوت لوجيك بيعطيني عكسه، يعني لو حطيت ترو راح يعطيني فولس، نوت ترو فولس، نوت الفولس ترو عكسي. هذول الأوبريتورز لازم تكون عارف أيال أكبر وأيال أصغر. هذا تنفيذ على الأوبريتورز اللي قبل، إنه هون حاكي لك إذا كان أكبر من 20 أو يساوي 20، أكبر أو يساوي 20 حاعطيني open، أو إذا كان أقل من 20 فأعطيني closed. فبتلاحظ كل القيم اللي أكبر من 20 وبتساوي 20 open أعطاهن، والأقل منهن أقل أعطاهن false. الأنواع السبريتشيت المطلوب منك هيهن، واحد منهن رح يجي، وعلى الأغلب يا إما بيجي XY أو البي أو الهيستوغرام، اللاين مش بالعادة بيجيبه. هذا مثال توضيحي إله. هسا الكير فيتنج بحكي لك شو أهمية أو شو الغرض من الـ curve fitting في الإكسل. هاي to demonstrate how to use Excel to find the equation of the best fit، عشان أستخدم ما عشان أطلع المعادلة أفضل خط مستقيم. هاد شرحتهم. طيب الماتريكس، الماتريكس أنا شارحهم وكيف بدي أنفذ عليهم.
بس بدي أنوه لكن من شغلة مهمة، الماتريكس بالإكسل ما في عندي إشي اسمه ماتريكس، أنا بكون ماتريكس بإيدي، أنا بكون ماتريكس بإيدي. مثلا حطيت 1 2 3 4 5 6، فأنا بكون الماتريكس بإيدي، تمام؟ هي الماتريكس اللي أنا كونتها، فأنا كونتها بإيدي. هسا الإكسل شو بيوفر لك؟ إنك بتقدر تجمع 2 ماتريكس أو تطرح 2 ماتريكس أو تقسم 2 ماتريكس أو تجمع 2 ماتريكس، تمام؟ فمثلا عندك هذول 2 ماتريكس، أنا لما أجي أنفذ لهم جمع بحط لهم إيش؟ لازم أحقق شرط معين، لازم أحقق شرط معين. لازم أحقق شرط معين. شو الشرط المعين إله؟ إنه السايز تاع الماتريكس اللي بدي أجمعهن إنه يكون إيش متساوي، السايز ماله متساوي، تمام. أنا إجيت بدي أجمع 2 ماتريكس، حكالي شو أي واحدة من الماتريكس هذول اللي بقدر أجمعها، بروح بطلع السايز لكل واحدة. سايز هاي عدد الصفوف 3 مضروب بعدد الأعمدة 2، 3 صفوف وعمودين، صح؟ هاي 3 صفوف وعمود، هاي 3 صفوف وعمودين، 3 صفوف وعمودين. إذا أي ماتريكس بقدر أجمعهم الأولى والأخيرة، ليش؟ لأنهم نفس السايز. أسوي له، أحكي له هاي زائد هاي، هل شغلي صحيح؟ أعطاني غلط. أنت كيف بدك تجمع أكثر من خلية وتحطهن هون؟ لازم أحدد الماتريكس الناتجة، الماتريكس الناتجة نفس سايز الماتريكس اللي أنا جمعتهم بالجمع، فأنا بعمل له مساواة، بعمل إشارة جمع زائد، يعني بحدد الرينج الأولى زائد الرينج الثانية، حطيت إنتر. طيب في غلط برضو، ليش؟ بدي أحدد الماتريكس الناتجة، هيا هون راح أحط أول واحد الرينج الأولانية زائد الرينج الثانية، وأعمل كنترول مع شيفت مع إنتر، عفوا ربطت، بحدد أول إشي الماتريكس الناتجة، بحط مساواة رينج الأولانية، رينج الأولاني ببلش من هون، يا رب رينج الأولانية ببلش من هون زائد رينج الثانية اللي بدي أجمعها هي، بعمل كنترول مع شيفت مع إنتر لأني إيش بدي أطلع إلهن كلهن، برضو نفس المشكلة شوي، الغلط من عندي أنا، بحط مساواة بحدد أول إشي الرينج، بحط مساواة بحدد رينج الأولانية زائد رينج الثانية، بعمل كنترول مع شيفت مع انتر بطلع لي نواتجه. طيب خليني أتحقق هسا بالجمع، بجمع كل ماتريكس كل عنصر بالماتريكس مع العنصر المقابل له، فواحد زائد 65 66 صحيحة، الخمسة مع المقابل إلى 78 83، إذا 83 6 و9 15 8 اللي هي 5 زائد 3، فأنا جمعي صحيح. طيب ممكن يجيك سؤال يحكي لك أي واحدة من هذول صحيحة، أنا حكيت summation، إما بيحط لك أول إشي هاي الصيغة عشان أجمع 2 ماتريكس، أي الصيغة الصحيحة، ممكن إنه يعطيك الرينج زائد الرينج وهي الأصح، هي أصح إشي، بس ممكن إنه يعطيك يساوي هاي الرينج الخلايا، بعرف انه بدي اجمع الاولى والاخيره وبعمل بس بحط لك صم، بيقول لك رينج الاولانيات فاصله رينج الثانيات،
هل الصيغة هاي صحيحة ولا لا؟ حتى لو حطيت كنترول ما شيفت ما انتر راح يعطيك ايش؟ كل 227. شو عمل هو؟ عمل انه بيساوي، بيروح بيجمع الارقام الموجودة هون، لو جمعتهم حطيت summation 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 3 21، وهذول مجموعهم هاد زائد هاد زائد هاد. بقدر استخدم summation، بس انا بدي عشان فرجيكوا اياه. جمعت هذول 206 و21 طلع لي 227، فهو حط لي بكل خليه مجموع الارقام الموجوده بالتو ماتريكس، فهذا الاشي غلط، ما جمع لي تو ماتريكس، هو جمع لي الارقام وحطهم. فتستخدم فانكشن سام غلط، تستخدم فانكشن اد، اصلا ما فيش اد، اد ما فيش، تمام؟ فاحسن اشي او الطريقه الصح عشان تجمع تو ماتريكس انك تستخدم الفانكشن زي هيك، تحدد الرينج الاولى زائد الرينج الثانيه، او تيجي على كل خليه موجوده تجمع هاد زائد هاد. هاي الطريقه متعبه وطويله. متعبه وطويله لو بدي احط كل وحده، يعني هاي ناتج جمع هاد مع هاد، تمام؟ فمتعبه. هاي بالنسبه للسمشن. طيب بالنسبة للضرب، بحكي لك الشرط انه ما بتقدر تضرب تو ماتريكس الا اذا تحقق عندك الشرط. شو هو الشرط؟ انه عدد الصفوف الاولى بيساوي عدد اعمدة الثانية ولا واحدة منهم بزبط. طيب لو لو سويت هاي الماتريكس، أو استنى شوي، هذول عملت لهم إيش؟ إضافة هون، تمام، عندي هاي الماتريكس صارت، تمام؟ ماتريكس هاي، وهذا الرقم غيرناه، وهاي الرقم غيرناه، تمام؟ هسا السايز تاعها شو صار؟ 3 × 3، تمام؟ أنا حكيت إنه بقدر أضربهم إذا في حالة إيش؟ كان عدد صفوفي الأولى يساوي اللي هو الثلاثة يساوي عدد أعمدة الثانية، إذا 3 × 3 بقدر. طيب شو السايز الناتجة؟ باخذ صفوفي الأول، قصدي أعمدة الأول اللي هو الرقم الثاني، يعني أنا استخدمت أول إشي الثلاثة اللي بالأحمر، أول إشي استخدمت اللي بالأحمر عشان أطلع إيش؟ السايز أو الشرط، أحقق الشرط. هسا بدي أطلع السايز، باخذ عدد صفوفي الثانية، عدد أعمدة الثانية 2، إذا لازمني عمودين وثلاث صفوف، إذا هاي الماتريكس الناتجة راح تنتج. بروح بحددها كلها، بساوي الفانكشن أملت، إذا بيجيب لك رينج الأولانية مضروبة برانج الثانية احكي له غلط، بس عشان تضرب تو ماتريكس ما فيش عندك غير الفانكشن هذا، فبتروح تحدد الاري الاولانية، بتحدد الاري الثانية، تعمل له ايش؟ كنترول مع شيفت مع انتر، اعطاني غلط. ليش؟ لانه السايز غلط، انا مخربط بالشرط. الشرط بحكي لك انه لازم يكون عدد اعمدتي الاولى، عدد اعمدتي الاولى يساوي عدد صفوفي الثانية. تمام؟ عدد أعمدتي الأولى يساوي عدد صفوفي الثانية. مثلا هون كانت عدد أعمدتي الأولى 3 يساوي عدد صفوفي الثانية، هذول الرقمين، يعني الرقمين القريبات لبعض، تمام؟ شفت كيف هسه راح يتغير الشكل؟ مسحته. بدي احدد السايز تاعها يساوي عدد الاعمده، كم من عمود؟
حكيت انا عدد أعمدة الاولى بتساوي عدد أعمدة عدد صفوف الثانيه، تمام. هسه انا عندي ثلاث صفوف عمودين صح، نفس الاشي ما تغيرش، بس الماتريكس لما ضربتهم خربطت بيناتهم. عملت ضربت، بدي اضرب هاي ضرب هاي، وحدد كنترول ما شفت مع انتر، حلل لي اياها. بس بالبدايه لما اساوي نفس السايز نفسه، بس لما اساوي هيك عملت الاري الاولى، انا اعتبرت اول شيء الاري الاولى هاي فاصله، الاري الثانيه هاي، سكر كنترول ما شفت مع انتر، اعطاني غلط، السايز غلط. ليش؟ لانه انا لما اعتبرت هاي البدايه، لما اعتبرت هاي بدي ارجع زي اول كانت هون صح؟ لو اعتبرت هاي الخضراء الاولانيه والزرقاء هي الثانيه، لما اعتبرتهم هيك انا بدي عدد اعمدتي الاولى قديش؟ اثنين. الشرط انتبه عليه، الشرط هو عدد اعمدتي الاولى بيساوي عدد صفوف الثانيه، فاثنين هل بيساوي الثلاثه؟ اللي هم هون باللون الاسود هل بتساوي؟ لا. اذا الشرط فشل، ما بقدر اضرب. بس العكس لما اعتبرت هاي الاولى وهاي الثانيه زبط. ليش؟ لانه الشرط هيك صار عندي. الشرط شو صار عندي؟ عدد اعمدة الاولى ثلاثه وعدد صفوف الثانيه ثلاثه. فتحقق الشرط، كونه تحقق الشرط هسه بروح بنشئ ماتريكس الناتجة. الماتريكس الناتجة للرقمين اللي ما ضربتهم مش. عدد الصفوف راح يكون ثلاثة وعدد الأعمدة اثنين، تمام؟ وهاي الماتريكس الناتجة. وصلت؟ هاي بالنسبة للضرب. هسه بالنسبة للقسمة نفس المبدأ، بالنسبة للطرح نفس طريقة الجمع، نفس طريقة الجمع، لازم يتحقق إنه عدد أو السايز تاع الأولى بيساوي السايز للثانية، فبهاي الحالة ولا واحدة بقدر أجمعها للثانية، ولا واحدة بقدر أطرحها للثانية، بس بإمكاني إني أضرب الأولى بالثانية بهاي. طيب هل يمكن إني أضرب هاي مع هاي؟ خليني أشوف. لا، الشرط بحكي لي عدد أعمدة الأولى، عدد الأعمدة هون واحد، بيساوي عدد صفوف الثانية ثلاثة، غلط، ما بقدر أضرب هاي بهاي، بس بقدر أضرب الزرقاء بالصفرة. كيف؟ لأنه عدد الأعمدة بالأولى اللي اعتبرتها الزرقاء هي رقم واحد ثلاثة، وعدد الصفوف بالثانية واحد، إذا ضبط الشرط. إذا بحكي له الماتريكس الناتجة، يعني لو سميت هاي بي، هاي سميت A، هاي سميتها سي. فلو حكيت بي ضرب سي بزبط صح؟ ليش؟ لانه البي عدد اعمدتها ثلاثة وعدد صفوف الاي، عفوا عفوا عفوا، هاي ايه؟ الاي عدد صفوفها ثلاثة، فالشرط تحقق. اذا بنشئ ماتريكس، الماتريكس هاي اكمن عمود، عمود واحد وكمان صف ثلاث صفوف، فهي الماتريكس الناتجة. بحددهم زي هيك، بساوي أملت. شو بعمل؟ بحكي له بي حسب الترتيب تاعها فاصلة A، هدول مسكر كنترول مع شيفت مع انتر، وطلع لي الناتج تمام لهون. هاي بالنسبة لمادة الإكسل. خليني أروح أكمل، إذا في عندي أشياء ما شرحتهم، هاي شرحتها، أظل نفس المبدأ شرحتهم، أهم إشي السايز والشروط تتنفذ. هسا هذا ملخص عشان نشوف شو أنت حققت من هذول الشغلات. هيك انتهت مادة الإكسل بالكامل. بس بدك تتأكد من حالك، تدرب زي ما حكيت لك، وروح نفذ ايش؟ بس أسئلة السنوات. يعطيكم العافية.